وآخر التطورات في إسرائيل، حيث أفاد مراسل الحدث في فلسطين أن صاروخا وسفارات الإنذار كانت قد انطلقت في عشرات المواقع وسط إسرائيل. الجيش الإسرائيلي قال من جانبه إنه تم رصد إطلاق صاروخ أرض اجتاز البلاد من جهة الشرق، فيما أفاد مراسلنا بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون حدوث أو وقوع أي إصابات.